أن الفنانة القامة الجميلة الأستاذ صلاح ابني البادي على هذا الأداء الأكثر من رائع ومشاركة الفنان أمجد السراج. ونحن أكيد في بداية حلقتنا اليوم من برنامج حضرة المساء عدينا لكم كثير من الفقرات المتميزة والشيقة لهذا المساء السعيد والجميل بيزينوها أجمل الضيوف. واليوم سنتحدث عن الطرق الصوفية ولها عديد من المصادر، والآن نحن في شهر رجب المبارك. سعيدين جدا ان يكون في معيتنا الدكتور حسام الدين حسن، مرحبا بكم ومنورنا في قناة البلد. شكرا لكم والتحية وشكرا على الاستضافة. شكرا لك. مرحبا بك يا استاذ حسام، اليوم يعني يمكن تكون اطلالة مميزة عبر شاشة قناة البلد لك. بداية كلمنا عن الطرق الصوفية في السودان، يمكن انها تكون وفدت من عدة مناطق منها زي الحجاز ومصر وكمان شمال افريقيا، فاللوحة اللي اترسمت من خلال المناطق دي في السودان كلمنا عنها شوية. الطرق الصوفية وفدت الى السودان في فترة ما بين 700 ل 1200 سنة. والمقصد الأساسي لوصول للسودان في الوقت ذاك هو نشر الإسلام، ووفدت السودان في شكل علماء، وهؤلاء العلماء وقع على عاتقهم نشر تعاليم الدين الحنيف بالتعليم، تحفيظ القرآن، تدريس الناس الفقه، وكان لهم دور كبير في على مدى السنين الفاتت دي في أنهم يشكلوا وجدان الإنسان السوداني وشكل التدين الوسطي بتاعه. في طرق كثيرة يعني في خلال ال 700 800 سنة الفاتت دي أشهرها الطريقة القادرية، وصلت للسودان عبر الطريق تلاميذ سيد عبد القادر الجيلاني الحسيني، والطريقة الشاذلية، ثم لاحقا الطريقة السمانية عبر الشيخ أحمد الطيب البشير تتلمذ على السيد محمد عبد الكريم السماني في الحجاز. الطريقة الإدريسية التي نحن بصدد ما نتكلم عنها أيضا وفد تلاميذها إلى السودان، لاحقا الطريقة الختمية. دي كلها طرق تفاوتت منابعها ما بين العراق، المغرب، الحجاز، وهذه الطرق كلها يعني وجدت مرتع خصب قبول من إنسان السودان في الوقت ذاك، ساعد في قبوله بدايات التمازج العربي الإفريقي وسماحة الإنسان السوداني بالطبيعة في أنه يتقبل دين جديد. انتشر الإسلام على مدى الفترة دي كلها بسلام، يعني ما انتشر بحروب ولا انتشر بأي شكل من أشكال الفتوحات التي يعني شملت كثير من مناطق اللي انتشر فيها الإسلام. للطرق الصوفية على اختلاف مشاربها، هي كلها مدارس. الطرق الصوفية هي مدارس تنتهي بسند متصل للصحابة ثم للنبي صلى الله عليه وسلم، نجحت في أنها تنشر بجانب نشرها للإسلام القيم بتاعت الإسلام، التسامح، الكرم، التعايش، وخلقت لنا الإنسان السوداني إن إحنا ويعني دائما سمعته طيبة في كل أنحاء الأرض يعني. يا سلام. دكتور حسام، ذكرت أنه في طرق صوفية كثيرة في السودان أو خارج السودان، نستوقف ونعرف المشاهد على الطريقة الصوفية الإدريسية. طيب، الطريقة الصوفية الأحمدية الإدريسية هي تنتسب إلى مؤسسة السيد الشريف الرئيس الحسني والحسيني أحمد بن إدريس. والسيد أحمد بن إدريس ولد في المغرب في قرية ميسور، وتلقى تعليمه الأول هناك، يعني تلقى العلوم الظاهرية زي ما نسميها، علوم القرآن والحديث واللغة وعلوم التصوف على عدد من الأشياخ. تكمل على يد شيخه الشيخ عبد الوهاب التازي. الطريقة الإدريسية في المغرب لا يمكن أن تذكر دون أن يذكر النسب الإدريسي نفسه. والنسب الإدريسي منحدر منذ أن خرج آل البيت بعد مقاتل العباسيين في الحكم العباسي إلى المغرب، ينتسب إلى إدريس الأصغر اللي هو ابن إدريس الأكبر، ابن السيد عبد الله الكامل، ابن الحسن المثنى، ابن الحسن الصبط، ابن أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وابن السيدة فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وهجرت آل البيت من الحجاز إلى المغرب كان لها أسباب سياسية في الوقت ذاك. استقبل أهل المغرب السادة الأدارسة، صاهروهم
ونشأ ملك السادة العدارسة هناك، وكان لهم دور كبير في نشر التصوف أيضا. نعم. ومن البيت الإدريسي في المغرب بيت علم، يعني تتوج بالسيد أحمد بن إدريس، قبله في كثير جدا من العلماء ينتسلوا من البيت الإدريسي، أشهرهم شيخ شيخه اللي هو السيد عبد العزيز الدباغ، أيضا إلى أسلافه هو إدريس ينتسب إلى إدريس الأصغر، والإمام السنوسي صاحب الكتاب البيضاوي، وشيخ عبد الوهاب التازي، وكثير جدا من علماء المغرب هم في الأصل أدارس بالنسب. ثم انتقل السيد أحمد إدريس لاحقا إلى الحجاز، إلى مكة مرورا بمصر، جلس فيها بعض الزمن، ثم سافر إلى مكة ودرس في الحجاز في مكة كثير جدا، يعني درس العلوم الشرعية والعلوم الصوفية. ثم لأسباب ما الوقت ذاك بعد بدايات الدولة السعودية والتحالف الوهابي السعودي، اضطر إلى أن يذهب إلى مدينة الصبية في جنوب المملكة العربية السعودية الحالية، اللي هي الوقت ذاك كانت تبع اليمن، فواصل نشر تعاليمه. وفي أثناء وجوده في الحجاز تتلمذ عليه عدد كبير من التلاميذ اللي كانوا بيجوا للحج في وقت اشتهار أمر السيد أحمد بن إدريس بالتدريس وبالعلم وبالصلاح وبالولاية والكرامة. هؤلاء التلاميذ كان لهم الفضل في نشر الطريقة الأحمدية الإدريسية في كل الدنيا، في السودان، في مصر، في الشام، في اليمن، في الحجاز نفسها، في أندونيسيا، في ماليزيا، أو في الصومال. والفترة المكسة السيد أحمد إدريس في مكة كان لها دور كبير في ظهور الطريقة الأحمدية الإدريسية، ودرس عدد كبير من الصالحين والمعلمين والأولياء، شهرهم السيد محمد عثمان المرغني مؤسس الطريقة الختمية، الشيخ إبراهيم الرشيد، وعندنا هنا في السودان محمد الميزوب السواكني، ثم السيد محمد عثمان أيضا لاحقا قدم إلى السودان ناشرا الإدريسية ومبشرا أيضا بطريقته الختمية، وكان له تلاميذ أيضا نشروا الطريقة في الصومال، ثم أيضا كما أسلفت في ماليزيا وفي الحجاز. ففي الوقت ذاك أيضا يعني تتوجت أعمال السيد أحمد بن إدريس الفكرية والعلمية بتأليف العدد من الكتب ككيمياء اليقين وككنز السعادة، وتبرع أحد تلاميذه بتدوين محاضراته وكان بيلقيها في الحرم فيما يسمى بالعقد النفيس، وألف عدد كبير من الصلوات على المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان له مناظرة في الوقت ذاك، مناظرات فكرية مع الوهابية، اللي هو مدرسة فكرية عقدية مناوئة، واشتهر أمر. ثم كان إحنا نصيبنا في السودان اللي هو تلميذه وولده السيد محمد السيد عبد العال، وبعد في فترة من فترات مكوث السيد أحمد بن إدريس في مصر كان للدور السيد أحمد عبد العال دور كبير أيضا في أنه ينشر الطريقة في السودان. في أيضا بلد استحضرت الآن نشرت فيه الطريقة الإدريسية اللي هو ليبيا عبر الطريق عبر الشيخ السنوسي، وهذه الدور عملته الطريقة السنوسية في ليبيا امتد إلى ما يسمى بالزوايا السنوسية، زوايا تعليمية حرفية غيرت من شكل التعليم في بلد زي ليبيا، وكان لها دور كبير في إنها تكافح الاستعمار. وقد تكون معلومة إن عمر المختار سنوسي إدريسي غائب عن الكثيرين. المنهج الإدريسي والمدرسة الإدريسية أثر كبير على المسلمين، وكان لها دور في إعادة التصوف إلى المساق التعليمي. في وقت من الأوقات التصوف عانى من بعض التغيب وبعض الانحراف عن منهجه في وقت، وانشغل الناس في وقته بكثير من المشغلات، زي الانشغال بالكرامات والانشغال بالخلافات الفقهية والمسائل دي. السيد أحمد إدريس استطاع أن يؤسس مدرسة جمع عليها كثير من المريدين، وهذه المدرسة كانت وسطية بمكان، واستطاعت أن تحل نزاعات كثيرة شابت المنهج الصوفي، تكلم عنها كثير من العلماء من قبله زي القطب عبد الوهاب الشعراني. نعم. في كتبه له انتقادات كبيرة عن انحرافات الكثيرين جدا من المنهج الصوفي. ينسب للسيد أحمد إدريس الفضل في أنه أعاد سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أعاد منهاج التعليم ومنهاج الإرشاد، وجمع
بيناتهم رحمه الله وقدس سره. بالتأكيد يمكن تكون هي واحدة من أعرق الطرق الموجودة عندنا، وكمان لها تاريخ ولها تفاصيل مختلفة، حتى إنها أصبحت بمثابة مدرسة وأصبحت بمثابة مرجع الطريقة الأحمدية الإدريسية. نحن في شهر بيمر، في شهر رجب، شهر رجب له معاني كثيرة جدا جميلة، كلمنا عن بعض المعاني لشهر رجب. أشهر مناسبة في عند المسلمين في رجب هي الإسراء والمعراج، وطبعا اختلف العلماء في توقيت الإسراء والمعراج، لكن في اتفاق على جمهورهم أنه حدث في ليلة 27 من رجب أو في آخر 10 أيام من رجب، وهذه من أكبر معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللي هو الإسراء من مكة ترويحا له بعد وفاة زوجته وعمه أبي طالب كما معروف في السيرة، إلى بيت المقدس ثم الصلاة بالأنبياء ثم العروج على البراق إلى السماوات في الحديث حديث الإسراء المعروف. كثير من الصالحين ربنا حباهم بأنه ينتقلوا في هذا الشهر، ومن بينهم السيد أحمد إدريس. فبالنسبة لنا كأحمدية دارسة، يعني شهر رجب يجمع ما بين ذكرى انتقال السيد أحمد إدريس وما بين الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج. أيضا بالنسبة لنا بالطريقة الأحمدية الإدريسية الاحتفال أيضا بتلاميذ السيد أحمد وبذريته، يعني مش هو احتفال، هو تتويج لذكراهم. السيد عبد العال ابنه وتلميذه وخليفته السيد عبد العال الإدريسي، وابنه السيد محمد شريف، وابنه السيد الحسن، وأنجالهم السيد محمد الحسن والسيد عبد العال والسيد ابن إدريس والسيد محمد شريف والشاب الخلوق السيد محمد الحسن. كل هذه التبريكات بنحتفل بها نحن في الطريقة الإدريسية في هذا الشهر. لكن بالنسبة لعموم المسلمين شهر رجب بنفحاته، حدث عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم: أتاكم رجب في الحديث، وهو بين أتاكم شهر رجب، وكما أورد في الحديث وهو شهر سمته العرب برجب لأنه ترجب فيه قلوب الظالمين. وهذا من شهر رجب من الأشهر اللي هي كان عندها تقديس في الجاهلية، ومن الشهور التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم بعظمته بعد الإسلام. الكلام عن فضل رجب يطول، لكن إحنا بالطريقة الأحمدية الإدريسية بنجمع ما في الاحتفال ما بين ذكرى الإسراء والمعراج وما بين ذكرى انتقال السيد أحمد بن إدريس. دكتور حسام، يمكن السودان فيه 40 طريقة صوفية بتجمعهم المحبة، دايرينك تحدثنا عن التصوف وأثره على الشباب في الوقت الحالي. هو قد يكون الرقم جدلي، يعني أكثر أو أقل. الطرق الصوفية لم يتم حصرها؟ والله هي متشعبة، يعني مثلا الطريقة القادرية الآن فيها عدد كبير من الأبطن، كذلك الطريقة السمانية، لكن في النهاية هم كلهم مشرب واحد كما قال الإمام البوصيري. التصوف مش أثره على الشباب فقط، هو أثره على الإنسان السوداني، ظهر في نمط تدينه. وتحدث كثير من العلماء عن فضل التصوف في تغيير وتهذيب الأرواح. يا سلام. طبعا في أنمطة كثيرة للتدين، النمط الصوفي أو المنهجية الصوفية أحد هذه الأنمطة. وينسب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى التصوف على أنه استطاع أن يخترق أفئدة وقلوب كثير من الشعوب التي خارج الجزيرة العربية وقت انتشار الإسلام، باللين وبالحكمة وبالموعظة الحسنة، ودي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لدوره على الشباب، طبعا هو يعني منط على أنه التصوف يهذب فترة الشباب الجامحة ما بين المراهقة وما بين الكهولة والرجول، ما بين الكهولة تحديدا هذه 15 أو 20 سنة دي. التصوف له دور كبير في على حسب انتشاره وعلى حسب سيرة تأثيره على الشباب على تاريخ الدين الإسلامي، كان له دور كبير. وفي الفترة بتاعت تكون شخصية الإنسان السوداني أو سحنة الإنسان السوداني الآن الموروث الآن إحنا ندرسه، بنجد على إنه خلاوي الصوفية ومسايدهم وحلقات علمهم ودورهم في حل الإشكالات النزاعية ما بين القبائل والشعوب في الوقت اللي انتشرت فيه الطريقة الطرق الصوفية ما قبل الدولة السنارية وأثناء الدولة السنارية وما بعد الدولة السنارية خلال الدولة المهدية وحتى بعد الغزو التركي والإنجليز، بنلقى إنه طلاب الخلاوي
والمساجد الصوفية في الوقت ذاك تشربوا بالتعاليم الصوفية. نعم. وهم كانوا شباب في الوقت ذاك، لأنه يبعث تبعث الأسر أبناء في السن بتاع الشباب لحد ما تكملت علومهم. نعم. ورجعوا إلى أماكنهم. نعم. بالتأكيد نقلوا التعاليم الصوفية السمحة. نعم. إلى مجتمعاتهم، وساهمت في إنها تشكل إنسان السودان في الوقت في عصره الذهبي. يعني نسأل الله أن يربي ربنا. يمكن يكون دكتور حسام الطريقة اللي هي الأحمدية الإدريسية أصبحت واحدة من الطرق اللي أصبحت مدارس وكمان مراجع، وتولدت من خلال طرق مختلفة. ليضيق زمن الفقرة تقدم لنا رسالة لأنه لكل الناس اللي بتابعونا في حضرة مساء اليوم. ندعوهم لحضور حولية السيد أحمد إدريس بكرة إن شاء الله. إن شاء الله. في مسجد السيد الحسن الإدريسي بالموردة مقر الطريقة الإدريسية. نقول لهم كل عام وأنتم بخير، ونقول لهم التصوف منهج جميل وحري بأنه الناس تعرف عنه كثير وتنتهجه، فيه صلاح الإنسان في دنيته وفي آخرته. يا سلام، شكرا لك دكتور حسام الدين حسين، وإن شاء الله نلتقي في حلقات أخرى ومساحات أخرى. شكرا لك. لسه الكلام ما انتهى، بس نتلاقى ثاني إن شاء الله. شكرا. إذا أعزائي المشاهدين نطلع فاصل ونرجع، خليكم قراب.